السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح ماس. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول جزء في يونت 10، واللي بيتكلم عن الديسمال نمبرز. فياريت نركز مع بعض في حلقة النهاردة، ويلا نبدأ الدرس. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة اللي هي defining decimal. يعني إيه decimal؟ الديسمال نمبر عبارة عن فراكشن الدينومينيتور بتاعته 10 أو 100 أو 1000 أو المالتيبلز بتاعتهم. يبقى أي فراكشن لما يجي لي الدينومينيتور بتاعته 10 أو 100 أو 1000، أعرف على طول إن ده عبارة عن إيه؟ عن ديسمال نمبرز. جميل؟ طيب، طبعا الديسمال نمبر ليه طريقة للقراءة. جميل؟ وطبعا ليه طريقة للكتابة. احنا نبدأ أول حاجة بإزاي نكتب الديسمال نمبر. لما يجي لي مثلا فراكشنز اللي قدامي ده يقول لي 1 تنسز 1 تنسز، لما أجي أكتبه في صورة ديسمال أعمل إيه؟ جميل؟ أول حاجة هكتب ال 1، وبعد كده أجي من اليمين للشمال يعني من قبل ال 1، وأحط بوينت بعد رقم، احط بوينت بعد رقم زي الاكزامبل اللي قدامي ده كده. هكتب 1 اهو، وبعد كده اعد نمبر واحد واحط بوينت. طب ليه عديت نمبر واحد؟ على حسب عدد الزيروهات اللي في الدينومينيتور. يعني لو في 100 يبقى اعد 2 نمبر واحط 0، لو في 1000 احط 3 نمبر، اعد 3 نمبر واحط الدوت دي. جميل؟ يبقى تاني الديسمال نمبر بجيب النمبر اللي فوق اكتبه في النومريتور، اكتبه عادي يعني هنا ماشي اللي هو اللي في النومريتور، وبعد كده بعمل ايه؟ بعد من اليمين للشمال على حسب الايه؟ الزيروهات اللي في الدينومينيتور. لو الدينومينيتور فيه 0 1 يبقى عد ايه؟ 1 بليس واحط دوت. طب في 0 يبقى عد 2 بليسز واحط دوت، وهكذا. طبعا جه في بالكم على طول يا مستر لو في 100 هتعد 2 بليسز وتحط دوت. طب اصلا مفيش الرقم واحد، هتعد تو بليسز ازاي؟ هقول له ده رقم اهو واحط انا زيرو من عندي وبعد كده احط الدوت. طبعا الجزئيه دي لسه يعني قدام شويه عليها، بس انا حبيت ايه اقولها لكم عشان لو جت في بالكم يعني. يبقى تاني الديسمال نمبر عباره عن ايه؟ الديسمال نمبر عباره عن فراكشن الدينومينيتور بتاعته 10 او 100 او 1000 او المالتيبلز بتاعتهم. طيب لما اجي اكتبه بقوم كاتب النومريتور عشان احوله بقى لصوره ديسمال، هو كده صوره فراكشن. عايز اخليه في صوره ديسمال اكتب النومريتور واعد من اليمين للشمال على قد عدد الزيروهات، تمام؟ وبعد كده احط الايه؟ الدوت. طيب بعد ما حطيت الدوت، طبعا هنا على الشمال ما بقاش في حاجه فبحط زيرو من عندي. بحط زيرو من عندي، جميل؟ طيب لما اجي اقرا النمبر ده هو ده، مش ده اسمه 1 تنسز؟ يبقى ده اسمه 1 تنسز. موضوع بسيط خالص. جميل؟ طب دي مثلا دي لما نيجي نقراها 2 تنسز، مظبوط كده؟ طيب 2 تنسز انا عايز اكتبها في صوره ديسمال، هكتب ال 2 واعد ايه؟ في هنا 0 1 يبقى اعد خطوه واحده كده واحط الدوت، وبعد كده بحط هنا 0 دي من عندي. تمام؟ يبقى كده دلوقتي عرفنا الديسمال نمبر عباره عن ايه؟ وعرفنا ازاي بنكتبه لما بيجي لي في صوره فراكشن بكتبه في صوره ديسمال ازاي. طيب لو هو جاي لي في صوره ديسمال عايز ارجعه لصوره فراكشن تاني اعمل ايه؟ هشوف اول حاجه انا عندي كام نمبر بعد الديسمال. كل الارقام اللي بعد الديسمال على اليمين هنا بكتبها في النومريتور. في بقى 1 ديجيت، في 2 ديجيت، في 3 ديجيتس، هكتبهم في النومريتور. وبعد كده اشوف البوينت بعد كام رقم من على اليمين، بعد نمبر واحد يبقى اكتب تحت 10، بعد 2 نمبرز يبقى اكتب 100، وهكذا. تمام؟ يبقى الموضوع بسيط خالص. طيب ازاي نقرا الديسمال نمبر؟ اولا ده رسمه لنمبر ديسمال. طبعا دي ديسمال بوينت، في ارقام على يمينها وفي ارقام على شمالها. الأرقام اللي على شمالها دي الأرقام العادية بتاعتنا اللي هي الـ ones والـ tens والـ hundred والـ thousand وهكذا.
طبعا ال once كان اسمه قبل كده يونت، تمام؟ طيب دلوقتي في ارقام on the left and the numbers on the right. ال on the left دي النمبرز العادية once و tens و hundred و thousand وهكذا. فلما اجي اقول لك place value دي في ال once يبقى place value بتاعتها once او unit، دي في ال tens يبقى tens، دي في ال hundred يبقى hundred. طب ال value دي في ال hundred تبقى 300، دي في ال tens تبقى 70، دي في ال once تبقى زي ما هي 4. جميل. طب ايه اللي على اليمين بقى؟ هنا المفروض بنبدأ بالوانس وبعد كده تنس 100، هنا نبدأ بالتنس على طول بس بنسميها تنسز، سميها تنسز ماشي. فدي اسمها 9 تنسز. طب الفاليو بتاعتها هقول له 9 ودوت، وهنا طبعا مش هكتب حاجة بحط مكانها 0، تبقى 0.9 تمام، او تبقى 0.9 طبعا بتنطق 9 تنسز. الفاليو بتاعتها البليس فاليو بتاعتها تنسز الفاليو 0.9. طب ال1 اهي بعد التنسز هندردز، بعد التنسز هندردز جميل، يبقى ال1 هنا موجوده في الهندردز ماشي. لما اجي اكتب الفاليو هكتب 1 واللي قبلها يبقى زيروهات، يبقى هنا 1 0.0 يبقى 0.01 نطق 100s. طيب الثاوزندز برضو نفس الايه، نفس الفكره. طيب عايزين نفهم برضو انا كتبتها هنا 9 تنسز ليه؟ ليه؟ لان دي 9 هي والبوينت بعد رقم واحد بقت 9 اوفر ايه 10 يعني 9 تنسز. طب هنا 1 والبوينت بعد رقمين ادي 1 2 وادي البوينت مظبوط، يبقى كده 100s. طب دي 5 والبوينت بعد دي 1 2 3 حطينا البوينت يبقى 5000s تمام. يبقى دلوقتي تاني الفاليو بليس فاليو بتاعت الديسمال نمبر، اني نمبر اون ذا ليفت اوف ذا ديسمال بوينت ماشي اذا وول نمبر وانس تنسز هندردز اند سو اون، بات اني نمبر اون ذا رايت ماشي از ا ديسمال نمبر the first one is tenses hundreds and thousands and so on. جميل كده. طيب تعالوا ننتقل للجزئيه اللي بعدها. هنا جايب لي نمبر لاين او موديل اهو، وقال لي ان ده في عندي 1 2 3 4 شادد فروم 10، يبقى 4 من 10 يعني 4 tenses 4 over 10 صح. لما اجي اكتبها في صوره ديسمال بكتب ال 4 والبوينت بعد عدد الزيروهات، عندي زيرو واحد يبقى البوينت بعد رقم واحد وبعد كده احط هنا زيرو، بننطقها ايه 4 تنسز، او الفور هنا موجوده في التنسز فاقول 4 تنسز وخلاص اهي. نيجي على اللي بعديها، البوينت هنا بعد كام رقم؟ بعد 2 طبعا كل دول 10 يبقى 2 اوفر 10 يعني 2 تنسز. بكتبها ازاي؟ شطار 0.2 طبعا بالليتر تبقى ايه؟ تبقى 2 تنسز. نيجي على اللي بعديها، دول 9 يبقى 9 اوفر 10 يعني 0.9 يعني 9 تنسز. نيجي هنا نعد، ادي 1 2 3 4 5 يبقى 5 اوفر 10 او 0.5 وبالليتر تبقى ايه؟ 5 تنسز. نعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تبقى 8 over 10 or 0.8 يعني 8 tenses. هنا بقول لي شاد the model to represent the decimal number، هنا 0.6 يعني هاخد 6 places، هنا 0.3 يعني 3، هنا 0.8 يعني 8. نيجي للجزئية اللي بعد كده، ذا وول 1، ال 1 عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن فراكشن النوميريتور والدينوميريتور بتوعه زي بعض تمام. طيب 10 اوفر 10 يعني لما اجي اكتب ديسمال اكتب 0.10 عشان ما كده 1؟ طبعا غلط. ليه؟ لان اي بوينت في الديسمال على اليمين ملوش قيمه، اي بوينت في الديسمال على اليمين ملوش قيمه، زي بالظبط الزيرو في الرقم العادي على الشمال
يعني ما اجي اقول لك 05، الزيرو العشوائية دي ملهاش قيمة. برضو لما اجي اكتب هنا زيرو على اليمين بس طبعا في الديسمال نمبر، بيبقى الزيرو دي ملهاش قيمة. طيب نيجي على الاكزامبل هنا كده، هنا بيقول لي اختار الايه الاجابة الصح. هنا ادي 1 وادي 2 وبعد كده ده جزء ديسمال، يبقى 2 اند حاجة، طبعا دي 0 بوينت، دي 1 اند، دي 2 اند، يبقى هي دي الايه الاجابة. نيجي هنا ادي 1 اند جزء، صح 1 وجزء، فين هنا ال 1 وجزء؟ مفيش غير ايه غير دي. طب نيجي هنا دي بارت فروم ا وول، جزء من 1، فين هنا جزء من 1؟ اهي طبعا مفيش الا دي، لان ده 7 اند ودي 7. طبعا مفيش حاجه اسمها 7.0 عشان نبقى عارفين، مش حاجه اسمها 7.0، يعني انا معايا 7 و0. طب ما تقول انا معايا 7 وخلاص، يبقى كده دي ملهاش قيمه. نيجي على الاكزامبل ده كده، حسام هاز 1 متر اوف فابريك، 0.2 متر از فرور و0.6 متر از بلو اند ذا ريست is stars. Shed the following model to represent Hussam's fabric. هو بيقول لك اعمل لي شدد لدي عشان تقسمهم لي بالاجزاء. عندي الجزء الاولاني 0.2، الجزء الثاني 0.6، وطبعا الباقي الجزء اللي هو الايه؟ الستارز. طيب the decimal represent stars. الستارز اللي هو الجزء الباقي اللي هو ايه؟ اللي هو ده، صح؟ احنا عندي هنا 2 وهنا 6 يبقى 8. 8 من 10، لان الطبيعي ان اي ديسمال نمبر عشان تحوله لول نمبر زي ما احنا قلنا في الاول اهو لازم يكون 10 من 10. تمام؟ طيب يبقى هنا عندي كام بوينت او كام جزء باقي؟ 2، يعني 0.2 او 2 اوفر ايه؟ اوفر 10. طبعا واحد يقول لي يا مستر طب ما ينفعش دي تبقى 5 اوفر 5 ايكوال 1؟ اقول له حبيبي تنفع بس لو مش ديسمال. الديسمال قلنا لازم الدينومينيتور يكون ايه؟ ايه؟ يكون 10 او 100 او 1000. ننتقل للجزء اللي بعد كده اللي هو عن الهندردز. طبعا احنا كنا اتكلمنا من شويه عن الهندردز، ان الديسمال فيها هندردز او هندردز وثاوزندز وهكذا. طبعا الهندردز بيكون الموديل بتاعها اكبر شويه عشان بقى فيها 100 بارت. تمام؟ وبنبدا برضو نجمع ونكتب الايه، نكتب في صوره فراكشن او في صوره ديسمال. هنا مثلا جينا العده دول طلعوا 34، فبقول له 34 اوفر 100 لانهم 34 والشكل كله 100، يعني 34 من 100 تبقى 34 هندردز. طب اكتبها في صوره ديسمال ازاي؟ قلنا هنكتب ال 34 والبوينت بعد ايه؟ بعد رقمين اهي، ادي 1 2 حطيت البوينت تبقى 0.34. طب هنا بقى هنلاقيه وول نمبر اند ديسمال. نيجي بقى على النقطة المهمة دي، وول نمبر اند ديسمال. الوول نمبر اند ديسمال دي فيها جزئيتين، فيها جزئيتين. يا اما الوول نمبر هيجي لك، يعني السؤال ان يجي لك وول نمبر والفراكشن يكون جريتر ذان 1 فتضطر تحولها، او تيجي لك بالصورة اللي هي البسيطة اللي قدامنا دي، ادي وول نمبر فيعني 1 او منها 2 او 3 وناخد الديسمال نعمل الفراكشن وخلاص. طب ما اجي اكتبها بقى في صورة ديسمال اعمل ايه؟ اول حاجة زي ما احنا عارفين هكتب النومريتور اللي هو 76 والبوينت بعد رقمين، بس بدل ما بحط زيرو هنا قدام الديسمال زي دي كده، لا هحط الول نمبر اللي بره اللي هو الايه؟ ال1 او ال2 او 3 او اي رقم. تمام؟ طيب تعالوا نحل بقى على الجزئية دي كده. هنا 15 وتحت 100 تبقى 15 هندردز، صح؟ طب لما اجي اكتبها في صوره ديسمال اكتب ال 15 والبوينت بعد رقمين واحط ايه؟ احط زيرو لان مفيش هنا وول نمبر، فنكتبها 15 هندردز. تمام؟ طيب لو مستر لو جت لي في صوره ديسمال اقراها ازاي؟ هقرا النمبر عادي واقول له اخر ديجيت على اليمين موجود فين؟ احنا قلنا دي تنسز يبقى دي هندردز، يبقى 15 وبعد كده اقول له هندردز عشان على اخر ايه؟ على اخر ديجيت على اليمين. هنا 1 اند 25 اوفر 100، نحل الفراكشن الاول، هكتب 25 والبعد البوينت بعد رقمين وبعد كده احط ال 1 مكان الايه؟ مكان الزيرو، تبقى 1.25. طب لما اجي اكتبها بالليتر هقول له 1 اند 25 هندردز،
جميل. طب هنا 0.65 عايز اكتبها في صورة فراكشن، هكتب ال 65 في النومريتور وتحت ايه؟ ايه؟ شطار 100 عشان البوينت بعد رقمين. نيجي هنا اقول له 65 ايه؟ hundreds. طب هنا 2 and او 2.03 او 2 and 3. طب ال 3 دي موجوده فين؟ في ال hundreds، فدي هقول له 2 and 3 hundreds. طب لما اجي اكتبها بالفراكشن هكتب 3 الاول والبوينت هنا بعد رقمين، تبقى 3 over 100 واحط ال 2 قدامها، تمام؟ تبقى 2 and 3 hundreds. طيب هنا 78 hundreds، يبقى 78 over 100 او 0.78. هنا 5 and 43 hundreds، يبقى 5.43 او 5 and 43 over a over 100. ننتقل للجزء اللي بعد كده، هو بيتكلم عن البليز فاليو. دي طبعا قلتها لكم من شويه، كنت طبعا حابب ان نجيبها في اول الحلقه على اساس نبقى فاهمين الدرس ازاي، وبعد كده طبعا احنا زي ما انتم عارفين بنحل من كتاب بني، فبنجيب بقى ترتيب الدرس عشان تبقى انتم فاتحين الكتاب وبتحلوا معايا. قلنا ان الديسمال بوينت اي نمبر على شمالها هو وول نمبر، اي نمبر على يمينها هو ديسمال نمبر. طيب ننتقل على طول للحل. الفايف دي موجوده في التنسز، ماشي؟ طيب يبقى الفاليو بتاعتها 0.5، لان قلنا اي حاجه قبلها بتتحسب بزيرو. طيب نيجي هنا على الفايف، اهي موجوده برضو في التنسز، يبقى برضو ايه؟ تنسز، تبقى برضو 0.5. طب يا مستر ال 6 ما اتكتبش؟ لا، ولا اللي بعدها بيتكتب ولا اللي قبلها بيتكتب. هنا 3 اهي موجوده فين؟ ادي تنسز ولا هندردز؟ تبقى هندردز. طب اكتبها بالديجيت، اهي 0.03. هنا 2 موجوده برضو في الوول نمبر، فتبقى once وتتكتب زي ما هي 2. هنا 0 الفاليو بتاعت الزيرو في اي مكان 0، الفاليو بتاعتها 0، انما البليس فاليو بقول له مكانها، هي موجوده في التنسز الفاليو بتاعتها ايه؟ 0. نيجي هنا the place value of the digit 3، ال 3 هنا موجود فين؟ ها شطار في التنسز. طب ال 2 في الوانس، وال 5 في الـ hundreds. The value of the digit 7، هي 7 الفاليو بتاعتها هي موجوده في التنسز، يبقى 7 over 10، ممكن اكتبها 7 over 10 وممكن اكتبها 7 تنسز يعني 0.7. هنا 3 في الوانس فاقول له 3 زي ما هي. هنا الـ 9 في الـ hundreds فاقول له 0.09 او 9 over 100. طيب هنا ازاي بنقرا الديسمال؟ طبعا احنا خلاص اتكلمنا عن نطق جزئيه ازاي نقرا الديسمال. تعالوا بقى نحل الاسئله اللي تحت دي. The number 3.5 is read as، فقلنا بنيجي نقرا نقول ايه؟ نقول 3 and 5، وبعد كده اقول له 5 دي موجوده فين؟ طبعا ال 5 دي موجوده في تنسز، تبقى 3 and 5 تنسز. 2.16 يعني 2 and 16 ايه؟ ايه؟ قلنا بنشوف اخر ديجيت موجود فين اللي هو 6 في ال 100، تبقى 2 and 16 hundreds. النمبر اللي بعد كده 75 and 3، طبعا 3 دي موجوده في تنسز، يبقى 75 and 3 تنسز. 0.7 ال 7 دي موجوده في تنسز، يبقى 7 تنسز بس، ما نقولش 0 and، تمام؟ نيجي اللي بعدها 3 tenses، هي يبقى 0.3 او 3 over 10. The number A is read as 95 hundreds. 95 hundreds يعني 95 over 100. 95 over 100 يعني 0.95. 25 and 500. 25 اكتبها and 500، ما تكتبليش 500، لا اوعى تكتب 500 يعني 5 و 00، لا 500 يعني 5 موجوده في ال 100، يعني 25.05، تمام؟
Use the number 25.53 to answer the following question. أول حاجة الـ value بتاعة الـ 3. الـ 3 هنا موجودة في الـ hundreds يعني 0.03. الـ place value بتاعة الـ 1. هي. شطار في الـ ones. What is the number in the tens place? الـ tens اللي هي التنس العادية. Once tens اللي هي 2. هنا بقى التنسز، خلي بالك عشان ما تلخبط ما بين الاثنين. ها طيب التنسز اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ الفايف. This number is read as، بيتقرأ ازاي؟ هي 21 and 53. اخر حاجة اللي في سيرين موجودة في الهندردز يبقى 53 هندردز. نيجي على الجزء اللي تحت هنا، هو طبعا ادينا هنا هنت عنها ان السكويرز الكبيرة دي اللي هي وانس، الكولوم دي اللي هي تنسز، والدوتس اللي هي الهندردز. طيب نيجي هنا عندي واحدة كبيرة يبقى دي وانس، ودي فايف يبقى تنسز، ودي هندردز يبقى 1 and 53 هندردز. نيجي هنا دي 1 2 3 تمام، يبقى 3 وانس، ودول كلهم بتوع الهندردز يبقى 3 and 0، وبعد كده اكتب دول يبقى 3.0 8 يعني 3 and 8 ايه؟ hundreds. هنا عكست لمكانهم عشان يلخبطني، انا عندي هنا 2 في الوانس ودول 4 في التنسز، تبقى 2.4 او 2 and 4 تنسز. ننتقل للجزء اللي بعد كده في درس النهارده، بيتكلم عن الستاندرد فورم، وورد فورم، اكسباندد فورم، اند يونتس فورم. طبعا هو عشان الدرس كله متعلق ببعضه فاضطريت ان اجيبهم كلهم في حلقه واحده. الستاندرد فورم اللي هي في الصوره العاديه اللي هي بالديجيت، والوورد فورم طبعا معروفه بالليتر. طب الاكسباندد بكتب كل ديجيت لوحده بالفاليو بتاعته، يعني هنا الفايف في التنس بكتبها 50، الفور في الوانس بكتبها 4، التو في التنسز بكتبها 0.2، والثري في الهندردز بكتبها 0.03. اليونتس فورم بقول له الفايف دي واكتب جنبها البليس فاليو، يعني فايف تنس فور وانس تو تنسز ثري هندردز. جميل، يبقى الستاندرد فورم دي الصوره بتاعته ديجيت، الوورد ليتر، الاكسباندد بنكتب كل واحد بالفاليو بتاعته، واليونتس فورم خليط ما بين الايه؟ الفاليو والايه؟ والليتر. بس طبعا ما بكتبش الفاليو، انا بكتب الديجيت نفسه وجنبيه الايه؟ وجنبيه البليس فاليو. نيجي على الاكزامبل هنا، write the following numbers in word، عايز اكتبها بالليتر. يلا اقول له 5 and 29 hundreds. طب هنا ايه؟ اجمعها الاول، ممكن اجمعها الاول وممكن اكتبها على طول عادي. هنا 30 ودي 2 يبقى 32، دي في الوول ودي 0.5 يبقى 5 تنسز، يبقى 32 and 5 تنسز. نيجي هنا فين الكبير؟ تنس وانس وبعد كده هندردز، هندردز اللي هي الديسمال، يبقى 73 and 6 ايه؟ هندردز. نيجي على الاكزامبل اللي بعده، رايت ان ستاندرد فورم، الستاندرد اللي هو بالديجيت، 5 and 63 hundreds يبقى 5.63. 90 plus 2 plus 0.3 plus 0.04. هنا 90 plus 2 يبقى 92، and these 3 tenses ودي 4 hundreds يبقى 34 hundreds، يبقى 92 and 34 hundreds. نيجي على السؤال اللي بعده، 900 5 ones 7 hundreds. طيب ادي 900 وادي 5 ones يبقى 905، ودي 7 hundreds يبقى 905 and 7 ايه؟ hundreds. نيجي على الاكزامبل اللي بعده، write in expanded form، expanded يبقى اكتب كل digit لوحده بالفاليو بتاعته. هنا ال 5 تبقى 50، ال 9 تبقى 9، ال 2 تبقى 0.2، وال 9 تبقى 0.09.
هنا 5 hundreds يعني 0.05، ودي 6 tenses يعني 6 over 10 أو 0.6. 60 and 25 hundreds. 60 and يبقى 60 دي بتاعت الول نمبر، اكتب له 60. 25 hundreds. 25 يبقى 2 دي في التنسز وال 5 في الهندردز، يبقى ادي 0.2 و0.05. عايزين نكتبها هنا باليونت او اليونتس فورم. قلنا بنكتب الايه؟ بنكتب الديجيت وجنبه البيز فاليو بتاعته. هنا 500 يبقى 5 وجنبيها كلمة 100. 30 يبقى 3 وجنبيها تنس. 6 تنسز يبقى 6 وجنبيها ايه؟ تنسز. هنا 50 ايه؟ يبقى 5 وجنبيها كلمة تنس. 6 وجنبيها ونس. 3 وجنبيها تنسز. 9 وجنبيها ايه؟ هندردز. واخر واحدة هنا تبقى 6 وجنبها 100. 7 جنبيها تنس، 2 جنبيها ونس، و9 جنبيها تنسز، و3 جنبيها هندردز. ده كده كان درس النهاردة. لو في أي حاجة وقفت عليكم ياريت تكتبولي في الكومنتات، أو تدخلوا على طول على اللينكات بتاعة جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام، هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على أي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه، انا ان شاء الله اساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستجرام وتويتر، ولو عجبتك الحلقه ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد. نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله من برنامجكم شرح ماس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.